السلام عليكم العشرة تحية كاع لي فان ديالي في قناة مغرب ليبي. اليوم غندوي على واحد الموضوع لي مهم هو البلان اللي وقع لداني الفيس رجولة. غنطلقو كاع البلانات كاملين وغادي ندوي على هادشي بتيقة فهمتيني. وانا واحد لونتوراج هنا في اوروبا تسمى الكور كيهضرو بنديرو في راسهم مكاين والو فهمتوني الدراري. بون الخوت باش نكونوا واضحين البلان اللي وقع داني الفيس هو صراحة فانت كاريير بواحد الطريقة اللي يعني ما غاديش توقع اي واحد ما يتوقعهاش. انا فانت كاريير جيب الطريقة هادي سبحان الله العظيم يعني الانسان واصل واحد النيفو ديال الشهرة وديال النجومية وديجا كان كيلعب مع كاتالانيا اللي هو فريق برشلونة ولعب مع تعتبر من احد اللاعبين ديال البرازيل اللي واصلين واحد النيفو ديال الالقاب كثيرة. ولو انه نظرا لانه بزاف الناس كيشوفوه وكيتفرجوا فيه متبعين الثقافة ديالو الا ان داني الفيس مؤخرا كان في واحد البلان اللي كان في واحد لاسواري في واحد لابوار كان هو سهران وكان شاد السون لدرجة انه تعجب واحد الفتاة لانها اغتبراته وفي الاخر دار واحد التصرفات لسبيانية بما اداه انه تهجم عليها يمكن كما قالوا في الطواليط وما تكونش البلان هذاك. وفي الاخر انتم راك شو الحاله كي دايره داني الفيس كيتعرض بزاف الانتقادات عن طريق الصحافه في اسبانيا وبخصوص الناس اللي كانوا ديجا وفي نفس الوقت الفريق اللي كان ديجا ساني معاه العقد الفريق المكسيكي فسخ معاه العقد لمده انه ما بقاش كاع كيتعتبروا انه غادي يعني غيحاول يجدد معاه العقد. هنا بينوا بان داني الفيس لدرجه انه انسان لاعب متميز في جميع المعايير الدوليه او بالاحرى جميع المعايير اللي معروف بها في فريق كاتالانيا. وفي الاخير نظرا لهذا البلان اللي وقع عليه انتم شفتوا الحاله اللي وقع على داني الفيس. المهم انا بغيت نطرق على الحياه والسيناريوهات ديال داني الفيس وعلاش بالضبط يعني هاد البلان دارو وشنو من الاسباب اللي خلاو انه يوقع في هاد البلان هذا والحيتيات في هاد الموضوع. غتبقاو معنا باش نزيدو نعطيكم يعني الجديد بخصوص هاد القضيه ديال داني الفيس. المهم كيما شفتو الدراري يعني هاد البلان اللي كان ديجا وقع لداني الفيس يعني باش نعتبرو ان داني الفيس كيتعتبر من اللاعبين الموهوبين اللي صراحه لعب اخر الماتشات ديالو في فريق البرازيل كأس العالم قطر 2022 وصراحة تعتبر من اللاعبين يعني المسيرة الموفقة ديالهم تقريبا 43 لقب يعني ما بين دوليا وما بين انه مع فريق كاتالانيا يعني في تعتبر انه ديجا كان كيلعب في صفوف فريق البرشلونة يعني داني الفيس كان تعتبر بانه مع انيستا تشافي بيدرو بزاف لاعب ميسي يعني هنايا ديجا كما كنعرفوا يعني الشهره ديالو معروفه وعن طريق الالقاب اللي حاز عليهم. الا انه هذا البلان اللي وقع لداني الفيس صراحه كيجيني يعني انسان كيتعتبر سيبياني وفي نفس الوقت اللي البلان اللي وقع عليه هو انه كان سهران في واحد لابواط وديك السهره اللي كان سهر فيها هو تعتبر انه شاف واحد يعني شاف واحد الانسان اللي عجباته او بالاحرى عجبها عاش مع ذوك اللحظه بغى يعيش بديك الطريقه ديال انه دري يعني وهي كتعتبر انه صغير عليه في السن وهنايا وقع مشادات انه كما قالوا يعني الصحافه عن طريق الكاميرات المراقبه اللي تابعته او بالاحرى شداته يعني هذا البلان اللي كان ديجا وقع بان كيسحب لي ان المنطقه هو نكر كاع نكر جميع يعني التهم اللي كانت منتسبات ليه وفي نفس الوقت يعني عن طريق الكاميرات المراقبه رجعوا الكاميرات لان الدريه كانت ديجا دارت عليه واحد المحضر كشبات عليه محضر خلات بان داني الفيس كي يعني كيفكر انه يخرج من ديك المنطقه لانه حتى طريقه يعني القاء القبض عليه اللي القاء القبض عليه كانت واحد الطريقه اللي صراحه هوليوديه لانه هجموا عليه ودخلوا وشدوا يعني داك الشيء بان فيريفيكاسيون عن طريق الكاميرات المراقبه اللي كاينه في يعني لابواط دونوي عرفوا بانه كان ديجا دخل عليها وهذا يعني التهمه كانت يعني كانت واثق جميع المسائل ان السيده
غير ما جاش. ويعني وكتعتبر بان القوانين في اوروبا بالنسبه للبلانات ديال الفتيات اللي كيوقعوا مع البلانات يعني راه كتسجن تقريبا من 4 سنوات حتى 8 سنوات. يعني دوك الناس راه ما كاينش معاهم شي حاجه سميتها اللعب، بخصوص يعني بحقوق المراه في اوروبا وبالاحرى كندا وامريكا مرتفعه مرتفعه الحقوق ديالهم، وحتى العدل يعني عدليا يعني كاينين نصوص دستوريه في القانون الاوروبي كيتعتبروا انه في حاله انه تهجم شي واحد ولا شي وحده ويعني وقعت المضايقات يعني وبانوا الادله راه اوتوماتيكمون راه ممكن انك تسيطر ما بين 4 سنوات حتى 8 سنوات. ويعني شهره كداني الفيس ومشوار حافل بالنجاحات والالقاب، يعني حبذا لو ان هذه المساله يعني كتجي بيزار او كتجي ناقصه لواحد الانسان مشهور واحد الدرجه وفي نفس الوقت عنده متتبعين في الصفحه ديالو في الانستغرام ومتتبعين في العالم كامل. وحنا عارفين يعني الفيس كان كيتعتبر من احد النجوم اللي دازوا في فريق البرشلوني، وكيتعتبر من تقريبا الجناح الايمن، كيتعتبر يعني مدافع في نفس الوقت عنده يعني اصعده في الهجوم ديالو، اصعده اللي عندها متعه كبير. المهم انا باش جاتني الفكره انني ندوي على هذا الموضوع، لانه كاين بزاف النجوم هنا في الدول العربيه وبالاحرى الدول الافريقيه كيديروا تصرفات كثار الناس، ولكن ما كيتابعوش نظرا لان الدول الافريقيه باقي ما وصلتش لذاك النيفو ديال انها كتحترم ثقافه الغير او بالاحرى يعني كتاخذ واحد الاشياء بالمصداقيه ديالها. المهم تحيه لجميع الاخوان المتبعين لقناه مبادر، وصلنا لكم الرساله بواحد الطريقه اللي خاصها توصل. تحيه كاع العشران وتحيه كاع الخوت، بيس اند الله. من هذا المنبر كنقدم واحد التحيه لجميع الاخوان والمتتبعين لقناه مبادر تي في، وصراحه كنبغيو نختاروا مواضيع اللي مهمه وعندها واحد المتعه اللي كنوصلوا لجميع الناس المتتبعين ديالنا، الا ان حتى الناس خصهم يساهموا يعني يهزوا النيفو معنا شي واحد شويه، يكون سبسكرايب يكون بارطاجي، لان بعض المعلومات اللي كنبغيو نناقشوا فيهم او بالاحرى اللي مواضيع اللي مهمه كنبغيو ناخذوا علوم بواحد المراه جماعي، خاصه الناس تتفاعل معاك، حتى الناس تهز بالقيم او بالاحرى تهز بالبارطاج، لان بحال هاد المواضيع وتبقى هنا ديال المنارة تي في يعني كتلاحظوا بان واحد القناه ديال الاخوه وديال الاصدقاء، يعني حنا ما بيناتناش قضيه الفيوز ولا هذا، بقدر ما كان العالم كله كيمشي للتفاهه وشي ديال التنمر، حنا ولينا كنبغيو نختاروا شي مواضيع اللي تكون في المستوى، مواضيع اللي تاخذ واحد المنهجيه او بالاحرى تاخذ واحد الافكار اللي عندها سيروره متقدمه من القدام. تحيه لجميع الاخوان المتبعين قناه مبادره.